معايا النائب رضا البلتاجي مقدم الحقيقه يعني استجواب حول الموضوع. سياده النائب اهلا بيك. اهلا مساء الخير يا استاذ محمد. موضوع اطلاق اسماء يعني سفاحين على شوارع مصر واهمال رموز مصر وشهدائها اللي ضحوا بانفسهم من اجل هذا الوطن، ده موضوع خطير جدا. لا هو فرض نقاش استجواب، هو كان بيان عاجل بخصوص رفع اسم احد شهداء رفح الشهيد جندي مجند حسن عامر، اطلق قبل سنه على مدرسه في منطقه عرب غنيم عند الدائره في حلوان. في احتفاليه كانت جميله، كان موجود الاب والام والناس كانت فرحانه جدا وسعداء لما يشوف اسمه اسم ابنه على على المدرسه. كان حصل من حوالي شهر او اقل او شهر ونص تقريبا كده اترفع اسمه واطلق اسم اخر على المدرسه. النهارده انا يعني اولياء الامور في المدرسه بلغوني النهارده، طلبت بيان عاجل نوهت على الموضوع دوت، وانا اتصور ان اللي هو خالد عبد العال محافظ القاهره يعني هيعيد هيصحح الوضع. وانا ما اعرفش مين اللي يعني خد القرار زي كده. يعني استحاله يكون اللي هو خالد عبد العال هو راجل شرطي وكان مدير امن القاهره يقبل بحاجه زي كده. النهارده بيان عاجل استجاب تماما الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس التجليس واستنكر موقف يعني موقف غريب جدا، ما رضيش حد ما يعجبش اي حد خالص. طبعا انا غريب من الناس ان احنا ننكر مجهود وتضحيات شاب في ال 20 سنه. طبعا طيب حضرتك بتتكلم عن الشهيد حسن عامر، المدرسه يجب وان شاء الله يعود الاسم له، بس انا نفسي تقدم استجواب حول الاسماء السفاحين والارهابيين اللي اذوا الشعب المصري عبر حقبه التاريخيه، وفي لسه اسمائهم لغايه دلوقتي عندنا في مصر. اتمنى وزير التنميه المحليه يجي كده وتقول له قائمه، انا ابعت لحضرتك قائمه بالاسماء اللي موجوده ونغيرها، نسمي اسماء شهدائنا رموزنا، في رموز وفي مصر ما اكثر العظماء والرموز فيها. احنا عندنا كل عسكري وكل جندي قدم روح طبعا يحقق مطلق اسمه. طبعا اتمنى تعمل ده سياده النائب، واحنا معاك جدا. بشكرك النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، وانا عايز برضو اي حد يا جماعه يعرف شارع كده هو يعني عارف ان هو حد من اعداء هذا الوطن يبعت لنا واحنا نعمل حمله بتغيير اسماء السفاحين والارهابيين اللي مطلق عليهم اسماء بعض شوارع مصر. هروح بقى لكارثه برضو للاسف الشديد، ان احنا يا جماعه شبابنا بقوا نهب لبعض الالعاب اللي احنا مش واخدين بالنا هي بتعمل ايه فينا. في لعبه اسمها الببجي ولا البوبجي، بعد الحوت الازرق والمنيل بنيله المزفت بزفت وبطين اللي تسبب في مقتل شاب زي الورد ابن المهندس حمد الفخراني وانتحاره طبعا. في لعبه بقى اسوأ، اللعبه دي الببجي دي بيقول لك تؤدي لايذاء النفس او اقرب ناس اليك